مبادئ ارسم بالخطوط الاساسيه، وكل نهار أربعة بنكون مع الفنان التشكيلي غسان محفوظ لا يعطينا مبادئ الرسم الصحيحه بالخطوط الاساسيه. اليوم بدنا نتعلم معه نرسم طائر البط بابعاده الثلاثيه. ليه تختار طائر البط؟ بنعرف سوا من غسان. صباح الخير لك غسان. صباح النور، كيفك اليوم؟ صباح النور لمشاهدينا كمان. اهلا وسهلا فيك. يعني اول شيء اكيد مهم انه نتعلم كيف بدنا نرسم بالخطوط الاساسيه وبالنقاط الاساسيه، لا من هالخطوط وهالنقاط نالف رسمه حلوه وطبيعيه، وبعدين بدك تخبرنا ليش اخترت اليوم طائر البط. شوفي، رح نمشي هلا بسلسله حيوانات الاليفه، يعني رح نروح من الكنار للبيس للكلب لكل هالحيوانات الاليفه اللي بتعيش معنا. نحن سبق وعملنا اول مرحله كانت البيرسبكتيف، اشتغلنا على الخطوط الاساسيه، تعلمنا كيف نرسم الاشكال الهندسيه، انتقلنا من بعدها رحنا على جسم الانسان على الوجه بورتريه، اشتغلنا كل هول الاشياء. رجعنا احنا اشتغلنا اشياء ادوات بنستعملها بحياتنا اليوميه، مثل الكاميرا، مثل الادوات اللي بنستعملها بالمطبخ، بالكل هول القصص. الاسبوع الماضي اشتغلنا على الورد، ظهرنا على الطبيعه اشتغلنا على الورد، هلا رح نروح على الحيوانات الاليفه اللي رح نشتغل عليها. واليوم اول مره بيكون معنا رح نشتغل على الكنار بأول مرة من هذا الشيء الجديد، رح نبلش فيه السلسلة الجديدة إذا بدك. السلسلة الجديدة. غسان، هل يعتبر طائر البط يعني رسمة صعبة نسبياً ولا تعتبر؟ لا، يعني احنا بنقول في رسمات أهين أو أهون نتعلمها من رسمات أخرى. طائر البط بحد ذاته يعتبر صعب إنه نتعلم كيف بدنا نرسمه؟ شوفي، رح تشوفي هلا رح نرسم بطريقه مبسطه، يعني طريقه مثل ما تعودنا نعمل، رح نمشي باوفال، رح نمشي بدوائر صغيره، رح نمشي بهول القصص يلي رح يسهلوا لنا الرسمه بطريقه كثير كبيره، رح يسهلوها. هلا اول مره اكيد اذا حدا عم يرسم ما رح تزبط دغري من اول مره، ثاني مره، ثالث مره رح تصير احلى واحلى، مهم يعرف كيف القاعده الاساسيه يلي بننطلق منها لنرسم هيك شيء. اليوم غيرنا شوي سحر، جبنا التابلو يلي رح نشتغل عليه بالفوت، رح اشتغل باللون الاحمر يلي هو الخطوط الاساسيه يلي كنا نعملها قبل هونيك، اوقات ما كثير تبين انه ما بيسوى كثير نشد عليها، صح، رح نشتغلها هلا بالاحمر، ورح نرجع نستعمل الاسود لنعمل فينيساج اخر الخطوط، يعني رح نشتغلها تكون هي النهائيه، رح نعملها باللون الاسود. يلا كثير منيح غسان، نحن متابعينك ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا لنتعلم منك كيف ممكن نرسم طائر البط، وكمان لكل الاولاد اللي هلا موجودين ببيوتهم، ويمكن كمان الشباب والصبايا اللي بحبوا يتعلموا فيكم تنضموا لنا وتتعلموا من غسان اصول الرسم، خاصه هلا يعني في عجقه كثير على الترومبيت والقصه قايمه، قعدوا تسلوا معنا قد ما فيكم وتعلموا الرسم. يلا غسان، نحن رح نبلش معك. شوفي، كثير مهم قلتي للكبار والصغار، لانه هيدي نفس الراجل بنستعملها، يعني القاعده الاساسيه بيستعمل لهيدي الرسمه، وفي حدا يقدر يشتغل بطريقه كثير احسن، وفي حدا يشتغل بطريقه مبسطه اكثر حسب الاعمار. رح نبلش. اول شغله عم نشوفها هي هذا الاوفال يلي قاشعينه هون، اوكي، رح نعمله بهذا الشكل. لكن هيدا اول شيء الاوفال اللي عملناه هون. رجع بنشوف بالصوره الثانيه في عنا اوفال بس مش هالقد كبير، يعني اوفال شوي بتشبه الرون بطريقه جايه هيك. هذا الاوفال الثاني يلي عم نشوفه هون، بنرجع بنشوف هيدي الاوفال يلي هي فوق يلي هي منطقه الراس، لكن بنطلع تقريبا عم نشوف المسافه اللي بنطلع فيها منا مسافه كثير كبيره، بنفوت شوي عنا لجوا وبنعمل هيدا الاوفال. فاذا صار عنا اوفال اثنين ثلاثه هيك بننطلق بهالبساطة. برجع بروح على المرحلة الثانية، رح كمل باللون الأحمر حتى نروح آخر شيء على بنروح على المرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية عم نشوف على الصورة على السكرين الموجودة الرقبة تبعول الكنار، هي رقبة جاية هيك، يعني فيها هيدي الحنية أو جاية أركية شوي صغيرة، فبشتغلها بهيدي الطريقة هيك وهيك. اوكي، برجع بروح على الجوانية، ما ببلش من برا، بلش من جوا لانه بترك مسافه الراس، بعمل من هون هيك الرقبه الجوانيه. فاذا صار عندي هذا الشكل يلي عم نشوفه هلا، بنكمل. نعم، بنروح من تحت. من تحت شو رح اشوف؟ رح اشوف الكنار بيبقى لها الجوانح تبعه، الجوانح بس الضبن بيعملوا هذا الفورم يلي هلا رح نعمله بطريقه، بعدنا عم نشتغل شوي خطوط بتشبه البرسبكتيف، بعدين بنروح اكثر على الخطوط الناعمه يلي بدها تحدد لنا الشكل. فاذا من هون بعمل هيك،
بلش يبين شكله، مع انه هو شكل هلا يعني هندسي اكثر ما هو شكل فني. برجع بروح على الاجرين يلي هن مبينين معنا هون. اول اجر بتكون من هون، ما بقرب كثير، اجرين البطه بتجي شوي لورا، الكنار اجره بتجي من هون. بعمل هيك، برجع بعمل من هون هيك، وبعمل الاجر الثاني يلي هي مبينه شوي من هون وطالعه هيك. فاذا صار عندي هذا الشكل. نكمل، رح ارجع اطلع لفوق على المنقود. منقود التم يعني المنقود تبعول الكنار رح يكون طويل شوي، ببلش من هون على العالي، بفوت بهذا الشكل، بعمل له هيك وبرجع بفوت فيه هيك. فاذا بين بصوره اوضح. من هون رح ارجع اطلع هيك، بتركها هيك لنرجع بعدين نشتغل عليها. بروح على الاجرين. نعم، اول اجر رح فوت فيها هيك، باخذ هذا الفورم، بروح على الاجر الثانيه، بعمل له هيك، صار عندي هذا الشكل، بلش بين انه كنار واقفه بطريقه حلوه. هلا ننتقل على الصوره الثانيه رح تفرجينا اياها خالصه. انا بتخلى عن هذا القلم اللي هو الاحمر يلي عم نشتغل عليه، بنروح على اخر صوره ونبلش نعمل فينيساج عليها. رح اخذ اللون الاسود وبلش هون، بدنا نركز شوي صغيره لانه بنبلش نقسم. يعني رح اجي اقول انه عين الكنار هي راكبه هون بهالطريقة، بلش فوت بالمنقود هيك، واحد اثنين، بعمل له هيك. فإذا من فوق برجع بنزل هيك. عم تحسي في صعوبة سحار بالرسمة؟ الصراحة ما كتير، بس بدها تركيز يعني. تركيز بده يلحقوني بس يعني. بده يكون مركز 100% ليقدر يكمل معك مثل ما أنت عم تعملها بطريقة بروفيشنال. صحيح، عم جرب قد ما فيني، يعني ما بعرف قد ايه الوقت بيساعدني، عم اشتغل بطريقه بطيئه لحتى الكل يكون ملحق. فاذا اشتغلنا على المنقود، عملنا له شقفتين هون محل ما بتفتح التم، هذا الشقفه اللي تحت والشقفه اللي فوق. نعم. فاذا رح ارجع اعلم الرقبه مع الراس بهذا الشكل. من هون برجع بفوت هيك، ومن هون بعمل ضربه خفيفه هيك. اوكي، هيدا الخط النهائي يلي طلع عندي، فيني اعملها شوي من هون هيك، احط لها شوي لحتى تبين اكثر عينها. فاذا هيدي اول مرحلة، دائما إذا بنلاحظ البط بيبقى له من هون هيك على رقبته. بنحطها، فوت من هون هيك، بعطيها البطن شوي هيك، الخط في يكون شوي متعرج، ما يكون كثير مرتب، لأنه بالآخر هيدا جسم وفي في عليه في الوبر وال الفلور تبعولها أو ال شو بيسموه الريش، الريش الناعم. اوكي، لكن بيجي من هون، بطلع من هون هيك، ومن هون بعمل هيك. فاذا هون رح بلش غير بطريقه الشغل. من هون بلش اعمل له هول لتبين اكثر انها كنار. هون بدي بلش نصحها شوي صغيره، بطلع بهيدا هيك، بنزل 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 بهذا الشكل. هون محل ما هيدي فتحتها بعمل لها هيك شوي هيك. اوكي، بكمل بنزل هيك، بجي هيك، هي بسكرها بهذه الطريقه، ومن هون برجع بطلع بلش اعملهم من هون رياش تبعولها، نعمله بهذه الطريقه، برجع بطلع من هون هيك، بروح هيك بزغرها من فوق، بلش هي وحده اثنين ثلاثة. اوكي، سكرنا من هون هيك، سكرها من هون واحدة اثنين، وبلش روح بالرياش تبعولها بهذا الشكل. صارت شبه منتهية، بقى عندي اشتغل على الاجرين. هلا ما في شك انه بالاخر بس خلص فيني ارجع اعملها بالضربات. احنا كنا نعمل، بس كنا عم نشتغل بقلم رصاص سحر، كنا نعمل شوي شغل اومبريت، نعمل اومبر، نعمل الافيات، الظل والنور وهول القصص. هون هلا نحن عم نشتغل اكثر بالفلتر، بعتقد هيك عم بتبين بصوره واضحه اكثر للمشاهدين. اكيد، بس قبل ما تنتقل على الجوين بدي اسالك سؤال عن الجوانح. ما لازم يكونوا سيمتري؟ ايه، ما لازم يكونوا سيمتري يعني على القد. يعني شفتك الجوانح الفوقانيه رسمتهم بطريقه ولتحتهم شوي بطريقه ثانيه. ايه لا، هيدا البارت هو الشقفه اللي فوق، وهيدا اللي تحتها. هلا الجانح الثاني
حيكون بالمقلب الثاني اللي نحن ما لنا شايفينه. اوكي. لان نحن عم نرسمها بروفيل. هلا اذا انا عم باخذها هيك فاس بقدر اقشع شقفه من هذا الجانح وشقفه من هذا الجانح، بس نحن كانه انا واقف هيك عم بقشع شقفه وحده، عم بقشع كانه هذا الكتف بس. فاذا من هون رح اعملها شوي هيك، بنروح على الاجرين يلي رح نشتغلها وحده هيك هيك، وبرجع بروح على اللي فوق بعمل هيدي الضربه، بجي هيك كمان بسكرها من هون، وراح سكرها من هون لتبين انه هيدي اجر وهيدي اجر. طبعا من بعد ما خلص هول الاشياء بلش فوت بالتفاصيل يلي بقلبها. نحن اذا كنا عم نشتغل بالبيت رح نبلش نشيل الالوان اللون الاساسي يلي هو الاحمر عندي يلي كان الخطوط الخفيفه عندنا هونيك، بنبلش نتخلص منهم. نحن تعلمنا من خلالهم انه نرسم صح، بس هلا ما بقى عندنا حاجه انه يضلوا موجودين بالرسم، بنجرب قدر الامكان نتخلص منهم. هلا اذا كنا عم نرسم بنعمل بانتور ما في مشكله، لانه البانتور رح يرجع يغطي الخطوط الاساسيه يلي نحن منا عايزينها، بينما اذا عم برسمها وبدي اتركها هيك بدي ارجع محيهم بالمطارح يلي ما رح اشتغل عليها استومباج بالكريون، يعني ما رح اشتغل عليها بالقلم الرصاص بطريقه خطوط خفيفه. فاذا تخلصنا من هودي الخطوط نقدر نعملها شيء هيك كانه هي قاعده على شيء ارض. اوكي. وهون اذا عندنا وقت بنعمل سحر بعد حوالي شيء من الورد اللي عملناه هذيك مره، بنذكر اكثر كيف كنا نشتغل فينا لكن رح اعمل نتذكر الورد رح نشتغله لكن نرجع باللون الاحمر، نشتغلهم باللون الاحمر نرجع نعمل هذه الورده يلي هي اشتغلنا عليها هذيك مره. في ناس يمكن ما كانوا عم يحضرونا اصلا، هلا بقطعات الكهرباء في كثير ناس ما عم تقدر تتابع كل شيء، حتى طلبوا فيك هذيك المره قالوا لي يعني. نظرا لقطعه الكهرباء ما فينا اتصلنا فيه لما كنت اخر مره. يلا ماشي. ايه عندنا هيدي المشكله، فمشان هيك بنجرب هلا هيدي الورده شرحناها مره الماضيه رح نعملها هون بتكمل الصوره يلي عم نشتغلها، وبنفس الوقت بنكون علمناها. على فكره غسان ليه دائما الوزوق او البطه دائما بنحط قدامهم ورده؟ من نحن وصغار بيعلمونا هيك انه صح في ورده هيدي بتجي دائما مع البطه ومع 100% 100% سحر معك مع العصفور على طول، هيدا الحشيش الخضار مع لانه البط عاده بيكون بمطارح الانهر، مطارح فيها مي، مطارح يعني اكيد فيها ورد وفيها هالشيء، وهن بيشبهوا بعض، هذه النعميه موجوده بالشكلين يعني. فاذا رح اطلع من هون اعمل الورود بهذه الطريقه. هذا الورده هو ورقه على النص، بوصل دائما هيك على نصها وبرجع بنزل. فاذا هذه الورده هذا التيج نعمل لها ورقتها من هون، نعمل لها ورقة صغيرة هيك، نرجع بنمحي كل شيء خطوط الحمر يلي نحن منا بحاجة لهم مثل ما قلنا، هودي اللي علمونا كيف نرسم. هيك طلع عندي الوردة مع البطة، وفينا نعمل هيدي المي يلي هي موجودة على النهر. وهون أكيد إذا نحن بدنا نروح لأبعد من هيك بنقدر نعمل الرفلات تبعول، يعني بنعمل ريفلكشن تبع الكنار بقلب المي، فبيعطي اكيد شكل كثير حلو للرسمه. بنقدر نعمل المياج بالسما بين انه نحن عندنا هون سما حواليها. هذا اذا كنا عم نروح على لوحه فيها بانتور، او لوحه مرسومه بالقلام الرصاص بس مرسومه يعني معمول استومباج عليها ومشغوله، مثل ما اشتغلنا مره بالقطن وبالاستومب بحلقات سابقه. نعم. قديش رسمة البطة بتشبه رسمة العصفور؟ يعني أنا وعم شوفك عم ترسمها في كتير وجه شبه، وكأنك عم ترسم عصفور. صح، في كتير وجه شبه بين هلأ بيصير ساعتها الفرق إنه العصفور ما عنده هذا الطول بيكون بالرقبة، بتكون هذا الأوفال. بس سؤال كتير بمطرحه سحر، لأنه أوقات في نوع عصافير بيكون نفس الشيء، بنعمل هذا الأوفال الكبيرة مش عم نعمل الصغيرة اللي هون، مش عم نعمل هيدي بس بنوطيها شوي لأنه الراس بيكون قريب للجسم أكثر، وبكون في عنده هذا المدى من تحت بطريقه اوسع شوي. بس نفس البرانسيب بنشتغل عليها. هلا رح نشتغل يعني شو ما اشتغلنا، اذا اشتغلنا حصان رح نشوف عم نشتغل هذا الاوفال، اشتغلنا الكلب، اشتغلنا كل انواع الحيوانات يلي هي قلنا الحيوانات الاليفه اللي رح نشتغلها رح تكون بنفس الاسلوب.
يعني رح أكيد. نشوف حالنا عم نكرر الاسلوب ذاته بس بقياسات مختلفه باسلوب، هي عم نحكي على الخطوط الاساسيه والدويرات وهالامور. نعم، سؤالي الاخير لك غسان، بس الواحد يتقدم بمجال الرسم يعني يصير ملكه، بصير يرسم بدون اكيد ما يكون في قدامه اي صوره صح، ولكن اذا بعده بالبدايه عم بيتعلم دائما لازم يكون في قدامه صوره يكز عنا اذا صح التعبير، او ياخذ هيك منا شوي ليقدر يرسم. طبيعي، يعني المرحلة يلي بيوصل فيها الشخص ليرسم من دون ما يكون في صورة قدامه يعني صار فنان، يعني خلص صار فنان خلص، يعني صار بمطرح وصار كثير بروفيشنال وصار قادر يشتغل، يعني صارت المشاهد راسخة براسه بقياساتها، يعني صار يعرف بس يقشع الشكل المعين يحفظ ويعمل سيف براسه ويرجع وقت اللي بده يعمله، وهيدي ساعتها بيعملها محطات البنزين لانه ما راح اشوف مشاهد حلوه الا اذا كان مسيبها بذاكرته سحر. اكيد غسان محفوظ فنان تشكيلي، انا بدي اشكر اطلالتك معنا يا غسان، وشكرا هيك على طريقتك ودائما بقوله رح تلقولها سلسه يلي هيك بتخلينا نتعلم فن الرسم بطريقه سلسه وسريعه ومميزه. اهلا وسهلا فيك غسان. ميرسي سحر. ميرسي، شكرا لك. اصدقائنا المشاهدين نحن هلا بنروح لبريك صغير ونعود لنتابع باقي فقراتنا. We'll be right back.